يا موضوع سريع عن موضوع الرشمه والشكيمه. كان سابقا موضوع بما ان الركوب الصحيح التحكم بالدقه وليس بالاداه. اذا لماذا تنتقل الشكيمه عقب الرشمه؟ ليش تنتقل الشكيمه اللي يسمونها حاره او التعوات العربيه عقب اسناف الوقت هذا؟ وذكرت ان انتقالك لها مو لانها قويه او انها اقوى، اصلا لو كانت الدعوه على القوه بتفقد التحكم، ما انت متحكم، والدليل ان طرق الركوب الاخرى برضو ينتقلون زي ما انت انتقلت لكن يفقد التحكم. يعني على براطه تحكمت بالرشمه اكثر من ركوب الخطا، ثم انتقلت للشكيمه وهو انتقل للشكيمه، انت تحكمت بالشكيمه نفس التحكم اللي تحكمت بالرشمه، هو فقد التحكم بالحصان في الشكيمه نفس ما فقد التحكم بالحصان بالرشمه. فلو كان التحكم بالاداه، اذا ليش لما ركب شخص بنفس الأداة وركب خطأ ما تحكم؟ التحكم أساسا مرتبط بالدقة وليس بالأداة، ولكن مو هذا الموضوع بتكلم عنه بشكل يعني بالذات. بتكلم عن موضوع ليش مرات حتى كشخص متقن إذا كان الحصان يعرف الشكيمة ممكن تبدأ من فوق لتحت، يمكن توزن بالحبل على الفم أو الشكيمة ثم تنتقل الرشمة، أو حتى حصانك الخاص إذا كان شيء مرة جدي أو مهم تحاول تسويه بالحبل بفمه أو بشكيمة، مو فقط بالحبل على الخشم، أو تسويه بالحبل على الخشم وليس حبل على الركبة. الموضوع ما له علاقة زي ما قلت بالقوة. لو الدعوة بتستعمل القوة، إن كنت مستعمل القوة بالرشمة وما كفت وتبغى تركب الأداة عشان تستعمل القوة بتفقد التحكم زيادة. نعم قد تكون أداة أقوى، لكن الحصان اللي تستعمل مع القوة يقاوم زيادة، فكل ما كانت الأداة أقوى قاوم الأداة زيادة، زي ما هو أنت كل ما كنت تستعمل القوة أكثر قاومك زيادة، ولا إذا كل ما قويت الأداة قاومها زيادة. بس الفكرة اللي حاصل بالضبط ببساطة إنه لما الحصان تحكم فيه عن طريق فعل حركات الثلاث في التزليق. طبعا القفل أصلا الدقة في اليد مو بالأساس، الأساس في العصا والرجل والجسم وغيره، فالفرق ما راح يكون شاسع، انه بالنهايه الشغل كله لغه جسد، الحصان بيحوسه كذا ولا كذا، لكن الخطا بيستعمل القوه فقط فالحصان بيحوسه كذا وكذا. في التزليق انت تستعمل الثلاث، فبتواكب الحركه اللي بيسويها برقبته، سحبه وتفضيه وتدكيه، مواكبتك له بتخليه يسوي اللي تبغاه، سواء رجوع الخلف، ابره، ترويش، تقليم الى اخره. لما يسوي الثلاث برقبته اكثر شيء يخليه يحس بيدك وهو مسوي الثلاث، ويخلي يدك تحس باللي مسوي بالثلاث اللي مسويها برقبته، هو شكيمه ويحب الفم. الحصان لما يتحرك زي ما قلت برقبته، التحكم الأساسي بالرقبة يتم عن طريق الفم. حتى الخشم لما يكون الضغط على الخشم إلى حد كبير لما يتحرك بشكل معين مثلا يمين ويسار، ما تحس بالحركة أنت بالشكل المطلوب لين تنتقى أو تك زين عشان تحس بالفعل اللي يسويه. بينما لما يكون الحبل بفم الحصان أو الشكيمة بفم الحصان، أي حركة الحصان يسويها بدون استثناء، فوق يمين يسار تحت، لا يمكن يسوي حركة برقبته بدون ما يدك تحس باللي سواه عن طريق فمه. فالفكرة بأنك تحط الحبل بالفم أو الشكيمة بالفم مرتبطة بإحساسك بالحركات الثلاثة اللي يسويها برقبته بشكل بحت فقط، ما لا أي سبب آخر. بيجي بقى مرات والله هذا عذر أو هذا شيء مقنع أو إنه والله لا من مقتنع، عاد أنت أدرى قناعتك من عدمها، لكن القول بأني من مقتنع لابد يكون مرتبط بواقع. مثلا فرضا لما أجي أقولك والله من مقتنع أن الكعب يعور الخيل، من يكع الخيل ما تعور وخيلهم اللي ما يكعون تعور، يعني جبت لك دليل يخليني ما اقتنع. لكن لما تقول انا مقتنع عن تغيير الادوات ما دخل بالتحكم، وانا جبت لك دليل، مو بس انت يعني الطرف الاخر مو بس ما جاب دليل ان تغييرك هدف التحكم، انت جبت له دليل انه مو بهدف القوه، يعني هو ما استطاع يجيب دليل ان تغييرك للاداه الهدف منها التحكم، وانت جبت دليل ان تغييرك للاداه الهدف منها ليس التحكم، وجيب دليل انهم هم لما يغيرون يحاولون يتحكمون وش في التحكم. يعني على بلاطه قبل ما اجي اركب الشكيمه متحكم فيه بالرشمه، اذا كيف يقال ان تركيب الشكيمه بهدف بغرض التحكم؟ قبل ما تركب البلهم يسمونها حاره كنت راكب بالسناف اللي يسمونها بارده، اذا كيف يقال ان اللي يسمونها حاره بغرض التحكم؟ نفس اللي يسمونها حاره او تركيب الشكيمه نفس الحاله يسويه الطرق الركوب الاخرى ويفشل التحكم في التحكم بالحصان. اذا كان الهدف من وضعها فقط قوتها، اذا هم حطوها وهم اقوى منك جسديا، ليش ما تحكم بالحصان زي ما تحكمت بالحصان؟ فكل شيء تقوله ولا يتم الاقتناع فيه وعندك دليل قطعي عليه، واللي ما اقتنع ما عنده الدليل ينسف ما قلت، اذا عدم ادعاء بعدم اقتناعه جهل او تجاهل او مكابره وليس عدم اقتناع. عدم الاقتناع ولما اجي اقول لك يعني كلامهم مقنع هذا دليل. كثير من القواعد اللي زي كذا تكون واقع، كل اللي تحتاجه ان الشخص يسمع كفايه. اي شيء مقنع في العالم خيل وغير خيل، اذا الشخص ما يعطيك فرصه تشرحه بشكل كافي لن يكون مقنع. لو يجيب لك طبيب جراح يشرح لك شيء معين ثابت علميا، مو بمقترح او معتقد او دراسه علميه، لا شيء ثابت علميا في الجراحه، اذا ما تعطيه فرصه يشرح لك قد يكون كلامه مقنع. لابد تعطيه فرصه
يوضح الفكره باسلوب الخاص. كل واحد له الاسلوب، بس لابد تعطيه فكره يوضح لك الاسلوب الخاص. فاي شخص تعطيه كلام واقعي اذا قاطعك او ما اعطاك فرصه تكلم تكمل الشرح يكون كلام منطقي. فلما تجي تقول للشخص فرضا انا بركب الشكيمه قطعه واحده عقب العاديه، او بركب الشكيمه عقب الرشمه وما انا دخل بالتحكم، تسكت، قد يكون مو مقنع بالنسبه له. لكن لما تشرح بالشكل اللي قلت لك اياه وش اللي مو مقنع؟ النتيجه واحده هنا وهنا، اللي يركبون خطا نتيجتهم خطا هنا وهنا. لما ركبتها ما غيرت النتيجة، اللي حصلت عليه هنا حصلت هنا، اللهم الدرجة شوي زانت، الدرجة زانت ما لها دخل بالقوة، الدرجة زانت لأني صرت أقرب للحصان وحسيت بالثلاث، والدليل أن الشخص ده أقوى مني وأداته نفس الأداة أو أقوى مني وما تحكم. يعني التحكم ما له علاقة بالقوة، التحكم له علاقة بالدقة. إن تحسنت الدقة بسبب الشكيمة أو الحبل على الفم ما له دخل بالشكيمة نفسها أو الحبل بالفم نفسه، له دخل بأني حسيت بالثلاث زيادة. والدليل ان لما يكون بالسنافل او الشكيمه او الحبل على الفم، مو بس ان النتيجه نفسها ما تغير عندهم، الانسان مثلا فقد التحكم فيه، الدرجه بكبرى تسوء. فكلها ادله قطعيه مرئيه من مجال النقاش. لكن اي دليل قطعي مرئي ان لم تشرح كفايه بحيث انك توضحه قد يكون الكلام منطقي. كثير من الامور واقع مرئي بالعين المجرده واعطيك ادله مرئيه، لكن اذا كان الشخص يتبع فكره يتبعونها ما تشابه منه، ياخذ افكار معينه من الشرح ويخلي الباقي، يطلع الموضوع بشكل مو هو خلينا نقول مقنع. واي كلام خطا مو مقنع مو بواقعي عكس الصواب تماما، لو تصيغه باسلوب جميل بدون ادله يمشي على الجانب المتجه. فانتقالك للفم حبل على الفم او شكيمه او شكيمه قطعه واحده بلم الى اخره، سواء لغرض مؤقت او لغرض ركوب نفس الحصان باستمرار، الهدف منه بحث بشكل بحث الإحساس بحركات الركبة الثلاثة. موضوع البلهم وموضوع السنافل، يعني الفرق مثلا بين السنافل والبلهم، أو الفرق بين مثلا الحبل والفم والسنافل، هذا ما له دخل بالإحساس، بتحس بإحساس واحد في كل الثلاث تقريبا، بالحبل على الفم والسنافل والبلهم. لكن الفرق زي ما قلت بين الحبل على الفم والسنافل، أن السنافل أفضل والحصان مركوب، لأن دفاع الحصان يكون قدام، فتكون الشكيمة ضاغطة على الشرك فتحس بشكل مباشر أكثر من الحبل على الفم. عكس الجود، الحبل على الفم أحسن من السنافل، البلهم احسن من السنافل، لا تحط الضغط على الفك فالعنان يزلق معك، عكس السنافل يكون الضغط على الشدك فالحصان ما يكون مرتاح بشكل مطلوب، وهكذا. فالاختلاف بالانواع هذا موضوع اخر، زي الاختلاف بين الرشمه والحبل على الخشم مباشره، او السلسله والحبل وقص على ذلك. هنا اختلاف بسيط حسب الوضع اللي انت فيه. مثلا اتكلم عن الاختلاف الجذري، ضغط على الرقبه بالحبل، ومرحله تاليه بعدها ضغط على الخشم بالرشمه بانواعها، ومرحله تاليه بعدها ضغط بالشكيمه على الفم بأنواعها. الانتقال من هذه المراحل للمراحل اللي بعدها، الهدف منها ليس التحكم، لأن التحكم واضح واحد، والدرجة حتى تكون متقاربة جدا، لكن الغرض منها أنك تحس بالحصان زيادة، وإذا حسيت زيادة أخذت ما تبغى زيادة. نعم زانت الدقة، بس ما زانت بسبب الأداة، زانت لأن الأداة قربت يدك من فم الحصان وقربت فم الحصان من يدك، فحسيت بالثلاث أكثر. ليس اعتقاد، ليس تصريف، ليس آراء، واقع مرئي بالعين المجردة. اللي ينكر الشيء هذا جاهل، ما انشرح للموضوع بالشكل هذا، أو إذا انشرح للموضوع بالشكل هذا قاعد يتعيمه متجاهل، يعني يتصرف كأنه ما شاف الواقع، والواقع أمام مرئي أمام عينيه، مو بس أمام عينيه، هو نفسه يطبقه، هو أقوى جسميا ومراكب نفس الأداة وفاقد التحكم بالحصان، ويجي الشخص أضعف منه جسميا وراكب نفس الأداة وتحكم بالحصان، فالواقع مرئي أمامه هو نفسه يسويه، وما ذلك يكابر.